قاع جيران قاع جيران انا كيما راه التراكتور هنا كيما راه الحوش اللي قبلتو كيما راه الحوش هذا قاع جيران سليم هذا قدامي راه مسامي لاصق فيا هذا لاصق فيا هذا قاع لاصق فيا قاع يتينا كيما راك تشوف فيهم واش راح نقول لك انا المعاناه قاع راهم يعانوا فيها هكذا واقفين حيين برك راك تشوف هاد الدراري وغزر كيف راك تشوف بعينك هذا الاولى تريسيتي ما كاش المازوط رانا بتيه مورخه هي بديت ندير خلينا نبداو بعدين هذا معليش هيا روح نهضروا هادو قاع جيران قاع معاناه واحده هيدا اللي يحضرها انا هاو قدامك هذا جاري الاول يفهم هاي اللي يحضر هو الاول باك الشيخ هذا اللي راه مسامي سهل الحل هاي على كل حال على كل حال غير باش نتفاهموا مبروك درنا عندي شويه الناس هذو كيعيطونا احنا باش نجي نصوروا هاد البرامج على واش ماشي غير هكا يعيطونا باسكو عندهم معاناه والمعاناه حنا نعرفوها تاع الفلاحه الفلاحه من بكري يعاني والفلاحه والمواله يعانيوا دوك هاد الناس راهم ما راهمش مزاحمين المواطن في الفيلاج هادو راهم بعاد هنا الحياه قاسيه هنا ولادهم ساكن سنه سته ما يزيدش يقريه بالك شوف طفل صغير هكا مسكين يحبس الناس هادو ش عندهم اراضي هاد الاراضي هنا تاع مواليها تاعكم تعمل عروشيه عروشيه كل واحد وعنده قطعه تاع ارضها كل واحد وعنده القطعه تاعو رانا نشوفوا هاد الدعوه يابسه يلاه جفاف 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 وما كاين لا تريسيتي لا والو ما كاينش كهرباء تريسيتي باش نخدموها اسمع رانا نشوفوا كاين كابليات بصح هذا راهم كاين الكابليات ومنا ما كانش منا راهم الحفره مزال ما حفروش جايتينا المشروع راه اروح السلام عليكم السلام عليكم المشروع راه كاع حبس الكهرباء هذا كان باقي منا وقيل 80 حفره ما حفروهاش هذو راهم داروا لهم كوابل هاهم داروا قلب بطونات ومشى عليهم خلاهم عدوا عامين هاني انا خادم حافر زفوره جات راه ها هو واحد وها هو واحد وهاني حاط حساب كلشي راه متصور كلشي متصور وراني حاط حساب 50 مليون خليني من الكاميرا شوف فيا راني حاط حساب 50 مليون خمره درنا نخدم على روحي كش من ننتج راني نستنى في الكهرباء ما كانش هذا مخلوق راه جامد زاير ها وجام جام جاورني هنايا يدور هاني مسكين كما يخدم الله ربي يفتح عليه الله يسهل عليه عدو طريق ياخذها هذا مسكين زويلته المخلوق راك تشوف فيه يشري في المازوت هذا هو وين بالك ها وين فاه يعاني المخلوق راه وين القرب تاعو داير وراه وين البوطو راكب والكابل راكب وما داروا له والو ما داروا له والو هذو هما مساكين ما خارجين معنا لو حفروا ما حفرهمش حطوا قلب بطونات ومشوا عليهم خلاهم قال راه شدتها الشركه شدتها بيجي قديم وعطاتها المقاول والمقاول ما بقاش يخدم ايه هذا مخلوق ها وين عاد فاني زيح واسي وثلاثة وين هذا ثاني مخلوق ها مستثمر ها وين مسكين ها وين راه التراكتور يخدم عاد وراه راه التراكتور يخدم با يخدم مسكين اللهم كان شو ورانا نعانوا ايه الفو يقولوا رانا نخدموا رانا نبعثوا وحنا ما وصلنا والو احنا من جهه البلديه بلديه قايمه لبس عليها رئيس البلديه كلش ماشي لبس عليه راهم يقولوا راه معطانا قودرو بارك الله فيهم رئيس البلديه ما زادش زير عليهم واش يزير مخلوق سليم سليم رئيس البلديه كيروح ناديه انا نهضروا معاه المقدور هذاك واش عنده واش قدر يهضر صحه السونا القاص تقول له السونا القاص ما كانش لي كرامي والو ما جاوش كاع صح هذه الفوطوه تاع الدو شكون حطهم مقاول مقاول واش من عهده عهده تاع اللي فات يترعدوا عامين من اللي بدا يخدم المقاول عامين بدا يخدم نهار يركب بطون نهار يكسر خيط نهار يركب بطون نهار يكسر خيط وراه عينه وخلنا الناس راه قاعد تعاني مساكين هذه راك تشوف فيها قاعد تعاني هذه خلاص راسلتو كتبنا راسلنا كتبنا الوالي كتبنا كذا ورانا ان شاء الله نستفتوا خير بالولايه هذه لها طلع جدال الولايه المنتدبه تاع عين وسلا ان شاء الله يزورنا الوالي ويجينا هذا المخلوق ها وين هذا اللي راه مسابيك روحنا يا عم مختار هذا المخلوق ها وين من 2001 حافر فراش من 2001 هو يستهلك المازوت يحسب له المازوت المخلوق قال مكمل هكا المازوت مسكين هذا